بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين. عز اليوم إن شاء الله راح نحكي عن موضوع شلون تقدر تستعد للسنة القادمة، شنو هي المواد اللي لازم أقراها وبشنو لازم أني أبلش. طيب، طلابنا الأبطال الغوالي، أكو بعض الخطوات اللي لازم تتبعها. الخطوة الأولى، حاول يكون عندك مخزون لغوي. يا اخوان هاي مصيبه مصيبه، يعني والله العظيم مصيبه قاعد اشوفها انا عند الطلاب. يعني طلاب اللغه الانجليزيه يعانون، استاذ مدرسين يعانون، والله استاذ احنا ما قاعد نفهم، مرحله رابعه ما قاعد نفهم الاستاذ ما كذا والاخر، احنا ما دا نعرف نحكي انجليزي. يا اخوان ما عندهم مخزون لغوي. شنو مخزون لغوي؟ يعني ما عنده كلمات، ما حافظ معاني، ما حافظ جمل، ما حافظ ابد. يعني والله العظيم افعال شاذه ما حافظين. اكو طلاب هسه جوز تسمعني انت، يعني بالله عليك، يعني والله العظيم والله عيب عيب طالب قسم لغه انجليزيه افعال شاذه ما حافظين. هذه الافعال الشاذه ينحفظن، حطهن بزمن، حطهن بالمضارع البسيط بالماضي، وكون جمل انا من عندي على مود ما انساهن. احفظ الكلمه بعدين اكونها بجمله، بالبدايه احفظ الكلمه بعدين احطها بجمل، نكون جمل حتى ما انساهن. افعال شاذه ما حافظين، كلمات بسيطه ما عندهم. اغلب الشيء اغلب الاسئله تجيني، استاذ انا منين اجيب الافعال الشاذة؟ ناشرها بالقناه. استاذ انا منين اجيب جمل؟ والله ناشر بالقناه. ما عندك كذا، روح بكل بساطه جيب كتابك مال المرحله الثانيه، طلع الكلمات الغريبه اللي عندك كلها، اكتبهن بسجل وقعد احفظهن. اي كلمات قدامك كون جمل، احفظ كلمات، اهم شيء يكون عندك كلمات ويكون عندك جمل. ضروري جدا جدا جدا، اذا كان عندك كلمات ومعاني هواي خلاص انت امورك كلش تماميه. امورك بعد كلش صارت تمام. اهم شيء تحفظ كلمات، تحفظ جمل، هاي الخطوه الاولى تستعد قبل بدايه السنه الجديده. النقطه الثانيه، اذا كنت انت تعاني من ماده معينه اساسك ضعيف بيها، مثلا طالب قسم لغه انجليزيه اساسه جدا ضعيف بالصوت، ما يعرف اي اساسيات بالصوت، هنا مستحيل يقدر طالب يقراها وحده الا ياخذ دوره. طبعا مو بالضروره ياخذ دوره، يقدر يتابع على اليوتيوب، بس انا انصح الدوره لان الدوره يكون بيها امتحانات ويقرا. إذا النقطة الثانية، ضروري جدا تاخذ كورس بالمادة المعينة اللي يكون أنت عندك ضعيفة. أنا عندي متابعين مو من العراق، عندي متابعين من غير دول. دائما أنتم من غير دول، أكو دورات عندكم خصوصا بالدول الخليج، بدول المغرب العربي مثل مصر، أكو دورات صوتيات، أخذ دورة تعلم. طلابنا بالعراق عندك دورات أونلاين، دورات حضورية، أخذ دورة تعلم، ماكو مشكلة يعني عادي. إذا النقطة الأولى، لازم يكون عندك مخزون لغوي. ثانيا، شلون لازم يكون عندك تاخذ كورس بالمادة اللي انت تعاني من عندها على مود تتخلص من هاي النقطة. النقطة الثالثة، ضروري تشوف الافلام وتفهم الاحداث الاعمال الادبية. اخوان الاعمال الادبية اللي هي خصوصا طلاب المرحلة الثالثة والرابعة او حتى الثانية، مثلا عندكم بالمرحلة الثانية عندكم اعمال ادبية، روايات، مسرحيات، قصص قصيرة، اكو افلام اللي هن على اليوتيوب. طبعا منين تجيبهن؟ من طلاب السنة اللي قبلك، تحاول تدخل جروبات وتسأل. إذا ضروري تشوف الأفلام وتفهم الأحداث. وأكو نقطة أريد أضيفها، تفهم تحفظ لي الكلمات الغريبة والجمل اللي يعني الكلمات الغريبة، يعني مثلا على سبيل المثال مسرحية هاملت، مسرحية هاملت وهواي بيها كلمات غريبة وتعابير ومصطلحات، يعني ما الطالب العادي ما يفهمها. هاي طلعها أنت، اكتبها بسجل واقعد احفظها على مود تطور نفسك، على مود تشتغل على حالك. زين عيني. اذا النقطه الثالثه، افهم لي الاحداث الادبيه، لان انت بالجامعه وقت الدوام ما راح تلحق، يعني ما راح تلحق اصلا تشوف دربك انت وين عندك مجال. انت عندك دوام، دوام من الصبح ما ترجع غير العصر، او الدوام العصر ما ترجع غير بالليل، واغلبكم موظفين واغلبكم عنده التزامات، فضروري بالعطله تفهم الاحداث على مود وقت الدوام ما تعاني وما راح تنسى لا تخاف. النقطه الرابعه، شنو ادرس وش وقت وش قد ادرس؟ اخوان انا ما انصح بدراسه هواي كتب، طلاب خصوصا اللي يبحثون عن الاوائل ما انصحك تقرا هواي مواد، يعني حاول تقرا لك 3 مواد بالزايد اربعه والباقي بس تطلع عليهن اطلاع، يعني خصوصا الاعمال الادبيه بس تطلع عليهن اطلاع. بالنسبه للمرحله الاولى، انصحهم اللي هم دا يتابعون فيديوهاتي او طلاب الثانيه، انصح بدراسه النحو. اذا انت امورك كلش قويه بالنحو فما يحتاج، ولكن المرحلة الثالثة والرابعة لا والله النحو صعب يراد للقراية، خصوصا الثانية، حتى الثانية والله النحوهم صعب يراد للحفظ. أول
طيب إذا المرحلة الثانية أنصح بالنحو والصوت والاطلاع على الأعمال الأدبية، فقط اطلاع وقراءة الكلمات الغريبة كل العطلة. المرحلة الثالثة أنصح بدراسة النحو واللغة linguistics والاطلاع على الأعمال الأدبية. المرحلة الرابعة أنصح بدراسة الصوت اللغة و النحو والأعمال الأدبية للاطلاع عليها. وأرجع وأقول أكيد أنت تعرف بنظامك بجامعتك، إذا أنت أكو أستاذ بجامعتك مصعب مادة معينة لازم تطلع عليها بالعطلة، هذا بعد الموضوع يمك. زين عيني، إذا هذا هو، اكتبهن يمك إذا أنت تحب، وهذا هو الأشياء المطلوبة لازم تقرأها. النقطة الخامسة، يعني إذا قرأت ونسيت عادي، ممكن تقرأ وتنسى، مسألة طبيعية راح تستذكر، لا تخاف، حاول دائما تراجع. يعني إذا حفظت كلمات حفظت وبعدين نسيت، مسألة جدا طبيعية، حاول تراجع وخلي يكون بعلمك الكلمة اللي أنت قاريها وراح تشوفها راح تتذكر إنه أنت قاريها، وإذا نسيتها بعد ما راح يعني إذا صادفتك قدامك وأنت قاريها بس نسيتها ورجعت إنه تذكرتها مرة ثانية، هاي ما راح تنساها أبد. بس تخيل نفسك أنت لما تفتح صفحة ولا كلمة تعرف بيها، الشيء اللي تعرفه ناسي احسن ما تعرفه ابد، فراجع واقرا ما لك علاقه، يعني استمر. وضروري يكون عندكم اراده قويه يا اخوان، يعني لازم تستعد، حاول ترتب امورك، تستعد، يكون لك مخزون لغوي. هاي الفقره كلش مهمه يا اخوان، ضروري جدا يكون عندك كلمات هواي، لان اغلب الطلاب ما عندهم افعال شاذه ما حافظين، فضروري جدا يكون عندك كلمات، وركز لي على الكلمات والجمل ايش قد ما تقدر. الى هنا نكون وصلنا الى نهايه الفيديو، أرجو من عندكم الانضمام إلى قناة التليجرام لأن قاعد ننشر بها أشياء مفيدة.